مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر قسم الرياضيات في مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين أن يقدم لكم هذا الفيديو التعليمي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف هو حالكم يا أصدقائي الطلاب؟ إذن يا أصدقائي الطلاب، نكمل الجزء الثاني من درسنا الذي هو بعنوان المزيد من التمثيلات بالنقاط. سنتعلم يا أبنائي الطلاب من خلال هذا الفيديو كيف نحل مسائل لفظية على إنشاء تمثيل بالنقاط لقياسات الأشياء باستعمال بيانات قياسات هذه الأشياء. هيا بنا يا أبنائي لنبدأ درسنا لهذا اليوم. المثال الأول، لدينا المسألة اللفظية التالية: قاس 7 طلاب طول مقص إلى أقرب سنتيمتر، وسجلوا الأطوال في جدول، أنشئ تمثيل بالنقاط باستعمال البيانات في الجدول. هيا بنا يا أصدقائي لنعيد قراءة المسألة مرة أخرى. هيا اقرأوا معي: قاس 7 طلاب طول مقص إلى أقرب سنتيمتر، وسجلوا الأطوال في جدول، أنشئ تمثيلا بالنقاط باستعمال البيانات في الجدول. ولدينا الجدول التالي يبين لنا أطوال المقص بالسنتيمتر، والمطلوب منا أن ننشئ تمثيل بالنقاط باستعمال البيانات في الجدول. لدينا خط الأعداد المفتوح من الأسفل أرقام تمثل عدد السنتيمترات، ومن الأعلى سنضع نقاط تمثل ماذا؟ تمثل أطوال طول المقص، طول المقص. نبدأ يا أبنائي الطلاب بوضع النقاط. الرقم 4، هل يوجد رقم 4 في الجدول؟ لا يوجد، أحسنتم. الرقم 5، هل يوجد رقم 5 في الجدول؟ لا يوجد، أحسنتم. الرقم 6، هل يوجد، ركزوا، في الجدول؟ نعم يوجد يا أستاذ، أحسنتم. طيب كم مرة تكرر الرقم 6 في الجدول؟ مرتان، أحسنتم. فنضع نقطتان، نقطة أولى ونقطة ثانية. ننتقل الآن للرقم 7، كم مرة تكرر الرقم 7 في الجدول؟ هيا عدوا معي: 1 2 3 4 5، تكرر 5 مرات. فنضع فوق الرقم 7 5 نقاط: 1 2 3 4 5. الآن الرقم 8، هل يوجد في الجدول رقم 8؟ نعم يوجد، أحسنتم. كم مرة تكرر؟ مرة واحدة. إذن فبذلك نكون أنشأنا تمثيل بالنقاط. لاحظوا لدينا كم مربع؟ 8 مربعات. وكم نقطة لدينا؟ 8 نقاط. والآن يا أصدقائي المثال السابق الذي هو طول المقص، وضعنا له تمثيل بالنقاط وكان كالتالي. يقول السؤال: من خلال المثال السابق، أي من أطوال المقص الأكثر تكراراً؟ أكثر تكراراً أي هو رقم
7. أحسنتم، الرقم 7 لأن فوق الرقم 7 4 نقاط، فهو تكرر 4 مرات فهو الأكثر تكرارا. ما هو أطول طول سجل للمقص؟ أطول طول سجل للمقص 8. أحسنتم، هو 8 سنتيمتر. نرى أكبر رقم يوجد عليه نقطة فهو أكبر طول سجل للمقص أو أطول طول. ما هو أقصر طول سجل للمقص؟ أقصر طول 6. أحسنتم، 6 سنتيمتر. نرى أقصر رقم أو أقل رقم هو 6. هل يجوز أن نقول 4؟ لا، لا يجوز. أو 5؟ لا يجوز، لأنها غير موجودة في الجدول ولا يوجد فوقها نقاط على خط الأعداد المفتوح. نحن نرى أقل عدد يوجد عليه نقاط، وهو أقل عدد ولكن يوجد عليه نقاط، لكي نقول أنه أقصر طول للمقص. المثال الثاني، لدينا المسألة اللفظية التالية، هيا نقرأ سوية يا أصدقائي. أقيس أطوال أقدام 3 من الأصدقاء أو من أفراد العائلة، أكتب القياسات في الجدول ثم أستعمل البيانات لإنشاء تمثيل بالنقاط. لدينا هذا الجدول وترك لنا 3 مربعات فارغة من الأسفل، يقول لنا قيس أنت أطوال أقدام 3 من أصدقائك أو من أفراد العائلة وسجل القياسات. ولنفرض أصبحت لدينا القياسات، مثلا أول صديق تكون قدمه مثلا أصغر فيكون 14 سنتيمتر، ثاني صديق قست قدمه أو من العائلة يكون 16، والثالث ولنفرض 17. أنت قيس في البيت وسجل الأطوال. فإذا لدينا الجدول الآن أصبح هو أطوال الأقدام بالسنتيمتر، والمطلوب منا أن أستعمل البيانات لإنشاء تمثيل بالنقاط. فلدينا خط الأعداد المفتوح المبين أدناه، من الأسفل عدد السنتيمترات، ومن الأعلى أطوال الأقدام، وعلينا التمثيل بالنقاط. فنأتي نبدأ الرقم 11، هل يوجد في الجدول رقم 11؟ لا يوجد. أحسنتم. طيب الرقم 12؟ لا يوجد. الرقم 13؟ لا يوجد. الرقم 14؟ نعم يوجد. كم مرة مكرر الرقم 14 في الجدول؟ لاحظوا، مرة واحدة. أحسنتم، فنضع فوق الرقم 14 نقطة واحدة. الآن نأتي الرقم 15، هل موجود في الجدول الرقم 15؟ لاحظوا، ركزوا، هل يوجد؟ لا يوجد. أحسنتم. الآن الرقم 16، لاحظوا كم مرة مكرر الرقم 16 في الجدول. لاحظوا كم مرة، من يجيب 3 مرات. أحسنتم، فنضع 3 نقاط، 1 2 3. الآن ننتقل إلى الرقم 17، هيا انتبهوا وشاهدوا وركزوا كم مرة تكرر الرقم 17 في الجدول. هيا، كم مرة تكرر؟ من يجيب؟ كم مرة؟ 6 مرات. أحسنتم، 6 مرات، فنضع 6 نقاط، 1 2 3 4 5 6. الآن الرقم 18، كم مرة تكرر في الجدول؟ هيا لاحظوا معي، من يجيب؟ مرتان. أحسنتم، تكرر مرتان، فنضع نقطتان. الرقم 19، كم مرة تكرر في الجدول؟ هيا من يجيب؟ كم مرة؟ أحسنتم، مرتان، فنضع نقطتان فوق الرقم 19.
الرقم 20 كم مرة تكرر؟ هيا يا أبنائي لاحظوا. أحسنتم، أيضا مرتان تكرر، فنضع فوق الرقم 20 نقطتين. الرقم 21 هل هو موجود في الجدول؟ غير موجود، أحسنتم، فبذلك نكون أنشأنا تمثيل بالنقاط. الآن يا أبنائي بعدما أنشأنا تمثيل بالنقاط، لاحظوا ووضعنا النقاط على خط الأعداد المفتوح وأنشأنا التمثيل بالنقاط بالكامل، لدينا السؤال التالي: من خلال المثال السابق، أي من أطوال الأقدام الأكثر تكراراً؟ أي طول؟ أحسنتم، 17 سنتيمتراً، أحسنتم، لأنه أكثر نقاط، وهذه النقاط تدل على عدد مرات التكرار، فهو الأكثر تكرار، أحسنتم. ما طول أطول قدم؟ ما طول أطول قدم؟ كم هو طول أطول قدم؟ لاحظوا الأرقام التي يوجد عليها نقاط، ما هو أكبر رقم فيها؟ 20 سنتيمتر، أحسنتم، 20 سنتيمتر طول أطول قدم. ما طول أقصر قدم؟ لاحظوا الأرقام التي فوقها نقاط، ما هو الرقم الأصغر بين هذه الأرقام؟ الرقم الأصغر وليس الأكثر نقاط، الأكثر نقاط هو الأكثر تكرارا، ولكن الرقم الأقل رقم يعني. 14، أحسنتم، 14 سنتيمتر. والآن يا أبنائي وصلنا إلى الواجب. لدينا الواجب تدريبات رقم 6 و7 صفحة 352، ولدينا الواجب الموجود على البرنامج أيضا، لا تنسون حله. والآن أدعكم في حفظ الله ورعايته، إلى أن ألقاكم في درس قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.